تنزهات محافظة إسماعيلية على ارتفاع 650 متر عن سطح البحر. هذا الارتفاع يساعد على تلطيف الجو، وفيه إطلالة جميلة على مزارع وريف شمسية كما ترون ما بين السهل والجبل، والمكان واسع جدا يتسع لآلاف الأشخاص. هذا المتنزه واسع وكبير، فيه خدمات كثيرة. كانت بداية فكرة المتنزهات على المرتفعات تضاريس شمسية الجميلة فكرة قديمة من عام 1415 تقريبا، حيث أول دكات وضعت متنزهاتها كما ترون أعلى النفود مطلة على الجانب الغربي من أشمسية. وبعد ذلك انتقلت الفكرة إلى جال أشمسية الجبلي الشرقي، وقامت على وقت الأستاذ فايز الفايز قبل أن يتقاعد من بلدية محافظة أشمسية، وهو من أنشأ هذه الدكات جميعا. كانت الدكات مبنية من الحجر ومقسمة إلى قسم للرجال والنساء مع تجهيزات المياه وأماكن الشواء والنظافة. بعد فايز الفايز تقاعد، وجاء بعده رئيس البلدية فوزان السابق الذي قدم نقلة نوعية كبيرة للدكات. قام المهندس فوزان السابق بزراعة هذه المسطحات الخضراء كما ترون والنخيل، وزيادة عدد الدكات، فزاد العدد، صار بين كل دكتين قديمات دكتين جدد. هذه على وقت فوزان السابق الذي جاء للبلدية في عام 29 تقريبا. زادت المسطحات الخضراء وأيضا الطرق المسفلتة، كما أنه هو من وضع الثيل أمام كل دكة، كما أنه أنشأ الحديقة الشط كما ترون على الطريق، وأحدث تحسينات وتغييرات وأفكار جدا جميلة. كان ذلك في فترة قصيرة، حيث يعني تقريبا سنتين ونصف أنجز هذا المنجز الكبير جزاه الله خير. وأتى من بعده أستاذ خالد الجربوع في عام 1432، ولا يزال رئيس البلدية حتى الآن، له أكثر من 5 سنوات، وأحدث بعض التجميلات. زاد دكتين من الجهة الشمالية جداد توان، وأيضا زاد مسطح أخضر للشباب ومضمار للمشي. وهذه هي دكاتنا وتاريخها نعرفها نحن أهل شمسية، ونشكر كل رؤساء البلدية الثلاثة الذين مروا عليها. باقي نطلب من بلدية شمسية الاستثمار، نريد أن نرى كشكات للبيع وأسر منتجة، أو يعني ما يوجد إلا أبو فيه ومسكرة. الزوار يمكنهم زيارة الدكات والاستمتاع بهذه الأجواء، والطلب من المطاعم، مطاعم بريدة ومطاعم شمسية كلها تعرف هذا المتنزه وتأتي إليه. ولكن في أمنية من الشباب من أهل شمسية ومن النساء بتنظيم عمل للأسر المنتجة، وكذلك تصريح كشكات للبيع. يعني أصغر الدكات، الدكات مقاسات تختلف، هذه أصغر واحدة، هذا قسم يعني للنساء، جلسة للنساء، والقسم المقابل للرجال. حاط كل دكة بمسطح أخضر كبير، وفيه للمياه هذه المغسلة، وفيه مكان للشواء، وهذه الإطلالة الجميلة. بسم الله، هذا الماء موجود طبعا للتغسيل فقط، وهذه إطلالة على شمسية، وهذه الدكات مسطح طويل.